تعددت التعليقات والأوصاف والجريمة واحدة، فعلى مدار عام 2020 تعرض العديد من النجوم وأبنائهم إلى حملات تنمر شرسة تجاوزت حدود الأدب والأخلاق، ووصلت إلى أن البعض تمنى الموت للآخرين، كما سخر البعض من لون بشرة أبناء الفنانين، من أشهرها تلقين الفنانة يسرى اللوزي أحد المتنمرين درسا في فنون الرد والأخلاق بعدما وصفها بأنها أم الطرشة عقب حلقتها في برنامج معكم وفخرها بكونها أم لطفلة صماء. أيضا ما تتعرض له الفنانة سوسن بدر بين الحين والآخر، فبعد إطلالتها بلوك جديد كشفت سوسن بدر في لقاء تلفزيوني عن مقابلتها لسيدة مقاربة لها في العمر داخل سوبر ماركت، وقامت السيدة بسبها بلفظ خارج. ومع نهاية 2020 فوجئت خلال نعيها للمخرج حاتم علي بأحد المتابعين يرد عليها عقبالك، فعلقت عليه بأن الموت رحمة ولطف من الله للطيبين لأنهم يتمنون لقائه، وكتبت أشكرك على دعائك. أيضا تعرضت ابنتي الفنان شريف منير فريدة وكاميليا عقب نشره لصورة لهما لحملة تنمر وسخرية دفعته في البداية إلى حذف الصورة نتيجة للتعليقات المسيئة والألفاظ الخارجة، لكن منير قرر إعادة نشر الصور ومواجهة المتنمرين بالقضاء. وبسبب لون البشرة وفي واقعتين مختلفتين تعرض ابن الفنان محمد رمضان وشقيقته للتنمر بسبب لون بشرتهما، كما تعرضت ابنتي الفنان كريم فهمي لسخرية وتنمر من إحدى المتابعات حيث وصفت شعرهم بسلك المواعين. الفنان أحمد زاهر تعرض لهجوم قوي بعدما نشر صورة برفقة نجلته ليلى وهو يحتضنها في حمام السباحة، مما دفعه لحذف الصورة والتعليقات. أما الفنان هشام سليم ونجله نور فتعرض لحملة شرسة بعد الكشف عن تحول ابنه من أنثى إلى ذكر، كما لم يكن الفنان حمادة صميدة بعيدا عن التنمر بسبب شكله،